صباح الخير. احنا هنا في ترعة ناصر، دول مزرعة 20 فدان، 20 فدان مزروعين مانجا، كلهم مانجا. المزرعة متصورة كلها، دي البوابة بتاعتها، احنا داخلين على الطريق. وبينها وبين ترعة ناصر مفيش 200 متر، مفيش 200 متر بينها وبين ترعة ناصر. بسم الله ما شاء الله، مزرعة مزرعة كلها مانجا. فيلا دورين هنعدي عليها دلوقتي نشوفها. عقد ملك نهائي خالص الثمن، مسجلة شهر عقاري وعلى ترعة ناصر على طول. بينها وبين ترعة ناصر حوالي 200 متر. مزرعة 20 فدان. دي استراحة دورين للمهندسين وللعمال، ودي الفيلا. حاجة محترمة جدا، دي الجنينة بتاعتها، حاجة محترمة جدا. انا هلف انت هخلصه وانا هلف وراك. تعالى انا هصور. ايوه جاي جاي حاضر، بس عشان في ناس بيتفرجوا على الارض فمش عايز خصوصيه. بس احنا بنلف حوالين الارض بعدين هنطلع لها ناخد فيو من فوق للارض كلها. زراعه محترمه جدا جدا جدا، وعملوا فيها شغل كويس. الشجر بتاعها بسم الله ما شاء الله، شجر مانجا محترم. ده طبعا الرام بتاع الفيلا. وهصور لكم من فوق المنظر الفيلا. هحاول اطلع كده ده اوبن كيتشن والريسبشن. Thank you.
بينج بونج لعبتي المفضلة. نطلع الدور الثاني. الدور الثاني ده سرايا اهو جناحات واوض نوم. طيب هنطلع على الروف على طول. يعني الدور الثاني هيبقى مثلا 3 اوض وحمام، واحده ماستر للروف. احنا مع السور الابيض ماشيين. هنا واضح السور الابيض، مش حاجة تشوف ضرب في عيني. دي المباني ديت اللي على مدخل الارض وجنب البوابة، دي جوه الارض. المباني ديت دي عنابر تنفع للغنم وللمواشي، ودي بقية الارض. مع السور الابيض احنا ماشيين، هي الارض 20 فدان 20 فدان الارض. احنا البوابة هي في وشنا، بس الارض بتبتدي من قبل البوابة. الارض بتبتدي من قبل البوابة. دي المانجا اللي هناك خالص، دي كل دي تبعنا، كل دي تبعنا. ماشي مع السور الابيض. يمكن يبان من على الطريق هو ماشي لقدام وبعدين لافف شمال وراجع مع شجر المانجا لحد هنا، لحد النقطة دي، وبعدين بيكمل بيفرع كده. احنا كنا بنصور، هنشوفه من الناحية دي، هنشوفه من الناحية دي بره هنا. الشجر الصغير ده كل ده تبعها لحد اخر المنجل. مع السور الابيض جاي من هناك. دي كده الارض، ودي الجنينه بتاعت الفيلا، حاجه محترمه جدا. دي طبعا الاراضي اللي جنبينا، فيو محترم جدا للارض. ده تبعنا شجر المانجا، دي الجنينة بتاعتنا، وبعد السور دي الأرض تبعنا مع السور الأبيض. ناقصها حمام سباحة، يعني ناقص الجنينة دي هيتعمل فيها حمام سباحة، وهتبقى خايف تخرج منها لأي مكان تاني. خلاص طبيعة وجمال وشجر وفيو وكل حاجة جميلة. مية شرب حكومي وري بحاري، وأرض بسم الله ما شاء الله، أرض تربة شديدة، وعقد ملك مسجل شهر عقاري عقد أزرق. مطلوب في الأرض 650,000، 650,000 الفدان، وده سعر مميز جدا على الإمكانيات دي كلها اللي في الأرض. بينا زي ما قلت بينا وبين ترعة ناصر، ترعة مش الطبطين، بينا وبينها 200 متر، يعني بينا وبين الأسفلت بره 200 متر بالظبط على الصحراوي. نطلع من ترعة ناصر على الصحراوي، حاجة جميلة جدا وموقع محترم جدا. دي الأراضي اللي حواليها، بانوراما كبير للأراضي. ترعة ناصر هي قدامنا عند الشجر اللي هنا. العربيات ماشية على الأسفلت، حاجة محترمة جدا. مطلوب في الفدان 650,000، 650,000. يعني لو فيها تفاوض، فيها تفاوض بسيط، لأن صاحبها ماسك على 650,000 بس. كده كده بنحاول، فيا النهائي 650,000 يا بتنزل حاجة بسيطة حسب النصيب. السلام عليكم. احنا هنا في المبنى الإداري والسكن بتاع العمال في نفس المزرعة. ده اللي تحتيه دوت مخزن كبير ممكن يتعمل له، احنا ماشيين على السقف بتاعه، ممكن يتعمل زريبة غير الزريبة اللي بره، او عنبر للطيور او عنبر للغنم.
هنا دي ده المبنى الاداري، احنا في الدور الاول. الدور الاول دي اوضه حاجات يعني، ده عايزه وش نظافه تبقى حاجه تانيه خالص، محترمه جدا. حمام في الارض، ده برج الحمام اللي جنبي، ودي الفيلا وبرج الحمام التاني. هناك على الاول خالص عند البوابه قلنا ان في زريبه كبيره، مش عارف تشيل كام راس، بس هي كبيره يعني، ما يعني تشيل لها مستريح مش اقل من 25 راس. حاجه محترمه جدا. نخش دلوقتي نشوف يا حاج دي بقى الاستراحة. دي اوضه ثانيه، عايز اخش النظافه مش اكتر من كده. دي تنفع للمهندسين او العماله اللي في المزرعه على حسب الطقم اللي بيديرها. ده الحمام الكبير، حاجه محترمه جدا. المبنى ده له عداد لوحده، والفيلا لها عدادين كهرباء لوحدهم. و ده الدور الاول اللي هو اللي فوق الارضي. الارضي زيه برضو من تحت غرف، عشان كده بقول اللي تحت تنفع للعامل واللي فوق للمهندسين. الزرار دي كل المخزن اللي تحت ملحق بالمبنى او اللي ممكن يتوظف كزريبه. المبنى يتعمل له شباك في الوش وشباك في الجنب يقلب زريبه. هو كبير جدا، بس يعني المساحه هنا والضلمه اللي جوه مش مبينه المساحه، بس هو كبير. بس ممكن اشوف العرض اهو لحد البوابه الطول بتاعه. مزرعه محترمه قوي. احنا هنروح دلوقتي نشوف الزرايب، بس الزرايب فيها طيور وحيوانات فمش هينفع نصور، هصورها كده من بره في السريع. ده العنبر، هو في طيور وضيوف وكلام من ده فمش، بس هو عنبر ما شاء الله كبير. هنخش دي الزريبه الاولانيه، وفي زريبه تانية من الباب دوت قدها في نفس الطول كده، دي بالطولات بتاعتها اهي، والتانية اختها جوه بنفس الطول. دي شويه مباني فيها، اوض صغيره هنا بسم الله ما شاء الله، شويه طيور وبط وكلام من ده. ودي الحوش الكبير اللي بره ليها هنا. احنا كده طالعين من الزريبه، ودي الارض على يمنا كده، البوابه ورانا ورا العربيه.